فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان غير مستطيع لقراءة الفاتحة حفظا، فهل له أن يقرأها من المصحف في صلاة الفريضة أم ينتقل إلى التسبيح والتكبير والتحميد؟ تعلمها يا أخي، تعلمها يسيرة، ما تأخذ عليه وقت، تعلمها وهي سهلة وميسرة ولله الحمد، ولا حاجة إلى أن يقرأها من المصحف. نعم.